السلام عليكم ورحمة الله. من ضرورات الواقع تأسيس كيانات مؤسسية وظيفية نافعة تنشأ في رحم المشروع الحضاري، ثم تطلق لتؤدي وظائفها في المجتمع، فتحفظ عهده وتخدمه بعطاء لا منقطع، ضمن تكامل رسالي بينها، وضمن استقلالية ومسؤولية على مصيرها. ينظم ذلك مقاربة عنوانها قطع الحبل السري. فما معنى ذلك؟ وكيف تعمل هذه المقاربة؟ أثبت العاملون للمشروع الإسلامي نجاحهم وجدارتهم في بناء مؤسسات المجتمع المدني في زمن الصحوة، خصوصاً المهتمة بالمجال الدعوي والثقافي والخيري. غير أنهم حينما أصبحوا ينافسون على الحكم عبر الانتخابات، حوربت جمعياتهم ومؤسساتهم لأغراض سلطوية، وكذلك بأسباب أخطاء صدرت منهم، إذ بقوا يحرصون على الربط التنظيمي لجمعياتهم بأحزابهم في وقت أصبح الأمر غير ممكن، وبات هذا الربط التنظيمي غير مفيد. لهذه الأسباب، وخوفاً على مسارهم الحزبي الجديد الذي أوصلهم إلى بعض المواقع الرسمية، وبسبب مشاكل وقعت لهم مع جمعياتهم أحياناً، تركوا الاهتمام بالمجتمع المدني. إنه مهما كانت الصعوبات وتبدل الظروف، لا يمكن الزهد في بناء مؤسسة المجتمع المدني الخادمة للمشروع الحضاري الإسلامي. إنما الذي يجب أن يتغير هو مقاربة التأسيس وطبيعة العلاقة. إن فكرة التخصص الوظيفي الأساسية في التعامل مع شبكات المجتمع المدني وما يتبعها، بخصوص فكرة الانتقال من النمط التنظيمي الهرمي إلى النمط التنظيمي الشبكي، تتجسد فعلياً ضمن ما نسميه مقاربة الحبل السري. إن الربط التنظيمي بين مؤسسات المجتمع المدني وبين الجهات التي تؤسسها لم يصبح ممكناً في المنافسة السياسية ضمن الظروف المستجدة، ولكن هذا ليس مبرراً للتخلي عن تأسيس منظمات المجتمع المدني كما قلنا، حيث أن القوانين تمنع الارتباط التنظيمي المؤسسي ولا تمنع الارتباط التنظيمي للأفراد وانتظامهم في الأحزاب، كما أن الواقع المجتمعي الجديد كذلك لا يسمح بالارتباط التنظيمي. والتطورات التكنولوجية والاتصالية أضحت تجعل التعاون الشبكي أكثر نجاح، علاوة على أن الارتباط التنظيمي أثبت محدوديته في مجال إبداع المؤسسات وفاعليتها، من حيث أنه يحد من حريتها ويضعف شعور قادتها بمسؤوليتهم تجاهها. إن مقاربة قطع الحبل السري تقوم على ثلاث أسس: ضمان استقلالية المؤسسات من بداية النشأة بقطع الحبل السري التنظيمي من الوهلة الأولى، وتكون الاستقلالية تامة عند النضج من حيث القرار والتخطيط والإدارة والتنظيم، مع الاشتراك في الرسالة والرؤية بشكل عام. إمكانية بقاء ارتباط قادة المؤسسات مع تنظيمهم الأصلي كأفراد، كما هو الابن الذي يستقل بالقوامة على أسرته، ولكنه لا ينكر أصله ولا يقطع وفاءه لمن أوجده أو تبناه. وظاهرة القطع بين الوالدين حالة استثنائية في الحياة، قد يكون سببه الوالدين بضعف التربية أو سوء التعامل، أو بسبب العقوق لسبب آخر من الأسباب. إمكانية التنسيق والتعاون ضمن النمط الشبكي للتطوير والتأهيل، كما هو اجتماع العائلة الكبيرة ضمن مجلس عائلي دائم يقررونه أو عند المناسبات. إن المنظمات الجادة والفاعلة هي التي تلد المؤسسات الناجحة التي تحفظ المشروع بالقدر الذي يلبي الاحتياج ويحقق الواجب الكفائي، فهي كالرجل المرزوق الذي له من الأولاد والأحفاد الكثير حتى لا يكاد يعرف بعضهم. وضمن مقاربة قطع الحبل السري تكون عملية تنشئة المؤسسات التي تحمل الفكرة الإسلامية الحضارية كحال المولود مع الوالدين، فشرف المولود أن يأتي من زواج مبارك من زوجين مباركين يأخذ منهما مواصفات جينية مباركة لا تتغير، ثم ينشأ جنيناً في صميم الرحم إلى أن يبلغ الأجل المقدر فلا يخرج قبل الوقت مشوهاً. فإذا خرج إلى الدنيا وجب قطع الحبل السري، وإلا ماتت الوالدة والمولود. وقطع الحبل السري هو علامة الانفصال العضوي ليكون المولود عضواً جديداً في المجتمع.
بعد الانفصال العضوي لا بد من غذاء صدري حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع حين تكون الوالدة قادرة على ذلك. ثم كل ما يقدم للمولود من رعاية وتربية وتعليم إنما يقصد به تنشئة كيان جديد صالح ينفع نفسه وأسرته ووطنه وأمته. إذا بلغ الأجل دفع المولود لواجه الحياة بما رزق من قوة ومنعة، وحين يبلغ أشده ويستقل بحياته لا يرغب والداه وعائلته إلا أن يكون ناجحا في حياته ووفيا لمثله ولأهله، ولا يحتاجون منه في الغالب شيئا غير ذلك. وكذلك هي حالة تنشئة مؤسسات المجتمع المدني. شرعية المؤسسة في أن تكون ضمن الرسالة الحضارية للأمة والمصلحة الوطنية وفق القوانين واللوائح الناظمة بطبيعة الحال، ويكون تأسيسها وإطلاقها وفق قواعد بناء المشاريع العصرية على أساس تفكير وتدبير بما يحقق احتياجا وظيفيا راجحا، ووفق خطط محكمة واستخلاص فرق عمل مقتدرة ومدربة بما يجعل المشروع قادرا على الصمود بعد خروجه للوجود. إذا أسست المؤسسة يقطع الحبل السري مباشرة بينها وبين الجهة التي أسستها لتكون مؤسسة تؤدي وظيفة لصالح المجتمع ضمن المجتمع المدني المفيد، وليس الطفيلي الذي يكون تابعاً لسياسات حكومية أو حزبية يقصد به التحكم في المجتمع ولا يقصد خدمة المجتمع. بعد ولادة المؤسسة المدنية لا بد من دعمها ومرافقتها بمختلف الوسائل ما كانت الإمكانيات متوفرة، إلى أن تقدر على تدبير شأنها وتصبح مساهمة فعلياً في الأهداف الحضارية التي أنشئت من أجلها. ومن الدعم توفير البنية الحاضنة والمرحبة خصوصاً من الناحية القانونية وإمكانية التشبيك والتعاون والتكامل. فإذا نجح التأسيس وثبت فريق العمل المؤسس تعتمد المؤسسة على نفسها ليتم الاهتمام بمؤسسات أخرى بعدها، ويصبح كل من له علاقة بتأسيسها سواء على مستوى الفكرة أو الدعم أو التدريب أو التوجيه يسمع بأخبارها من بعيد فيفرح فرحاً مزدوجاً، يفرح بالأجر الجاري ويفرح بالإنجاز والثمرة حتى وإن لم يستفد منها بشكل مباشر، كما يقول ابن القيم الجوزية عن صاحب القلب السليم: وأسمع بالقطر ينزل في أرض ليست لي فيها سائمة فأفرح. وقد يكون النفع غير المباشر الذي يصل المؤسسين من إنجازاتهم كبيرا على مستوى دعم أفكارهم وتثبيت منهجهم وإنجاح مشاريعهم الحضارية الكبرى سواء في وطنهم أو على مستوى الأمة، بل قد يؤثر ذلك في موازين القوى السياسية لصالح دعاة الخير وبناء النهضة الوطنية والحضارة الإسلامية. والخلاصة في نظرية قطع الحبل السري أن سر نجاح المؤسسات هو اعتبارها كياناً مستقلاً يعيش من أجل الفكرة والوظيفة التي أسس من أجلها، لا لخدمة نظام سياسي من أجل بقائه في الحكم، ولا لخدمة حركة سياسية تريد الوصول للحكم، مع أن النظام السياسي الذي يحرص على حرية ونجاح المؤسسات سيستفيد من توفر شبكة مؤسسات المجتمع المدني المفيدة والقوية، كما أن الحركة السياسية مثلاً التي لها أفضال على المجتمع المدني ستستفيد كذلك من وفاء هؤلاء الذين يسخرون حياتهم للصالح العام من خلال جمعياتهم ومنظماتهم. إن العديد من القوى الفاعلة الحاملة للمشروع الإسلامي تتهيب من تأسيس منظمات المجتمع المدني كما قلنا ضمن مقاربة التخصص الوظيفي، وتفضل البقاء على المنهج الشمولي القديم بأن تقوم بنفسها بأداء كل الوظائف ضمن الهيكل الواحد ولو كانت حزباً سياسياً على سبيل المثال، في حين أن هذا التوجه قد عفى عنه الزمن ولم يصبح ممكناً. ومن أراد من الحركة السامية التي تنافس على الحكم الاستمرار في هذا النهج وفي هذا الفكر سيشقل ذلك سيرها، فتصبح قدرتها التنافسية السياسية مع الغير ضعيفة وتخلق تناقضات كبيرة في وسطها، علاوة على أن الوظائف التي تريد التمسك بها داخلها كالوظيفة الدعوية والخيرية مثلا لم تعد قوانين الحديثة تسمح بذلك سواء بشكل مباشر أو من خلال تأسيس جمعيات تحول إلى لجان من لجانها وليست جمعيات مؤسسة حقيقية.
إنه لا معنى لخدمة المشروع بواسطة المجتمع المدني إلا بالعمل ضمن مقاربة التخصص الوظيفي التي من أسسها مقاربة قطع الحبل السري. وفي حقيقة الأمر هذا الخوف المبالغ فيه من حرية مؤسسات المجتمع المدني هو شبيه بخوف الأنظمة الشمولية من المجتمع المدني الحر والمفيد، والتي هذه الأنظمة التي تعمل على السيطرة والتحكم الكامل في المجتمع المدني من خلال القوانين والابتزاز والزبونية التي تؤدي إلى مجتمع مدني طفيل انتهازي تستعمل فيها الجمعيات للمصالح الخاصة وخدمة الحاكم لا غير، لا تستعمل حقيقة لخدمة الأوطان. ولابد أن نقول أن حيرة أصحاب الفكر الإسلامية الحضارية على انحراف قادة المؤسسات ليس أمراً قواماً كما يعتقد البعض، وهذا سبب من أسباب عدم تأسيس المؤسسات. فالانحراف يقع حين يغفل المؤسسون عن التوجيه والرعاية أو لسوء الإدارة والتدبير. فمن أراد من المؤسسين طاعة أمثل وأفضل فليختر طاعة ينالها من أتباعه كطاعة الولد الصالح لوالديه، طاعة تقوم على حب ووفاء وخوف، حب فطري للوالدين ووفاء لما قدموه وخوف صادق من رب العالمين. لا شك أنه ستكون مؤسسة تنحرف عن الرسالة أو يحولها قادتها إلى ملكية خاصة أو لخدمة الباطل وأهله، وهؤلاء جميعاً ضعاف النفوس تمثل لهم المؤسسة التي سيطروا عليها مشروعاً خاصاً، لأنهم عاجزون لا قدرة لهم على فرض وجودهم خارج المؤسسة التي تملكوها، وهي حالة عادية على كل حال لا تؤثر في مسار الرسالة ومصير المشروع. فكم من خلية تموت في اليوم تخلفها أضعافها حين يكون الجسم الذي تنشأ فيه قوياً أصيلاً منيعاً. وفي كل الأحوال فإن علاقة قادة المؤسسات بالمؤسسات التي يسيرونها تكون دائماً على النحو التالي: أحسن القادة هم من تكبر بهم المؤسسات ويكبرون بها ويكبر معهم غيرهم، وهؤلاء هم القادة المتميزون الذين يكون لهم شأن كبير في هذا المسار وغيره. ثم يليهم صنف أقل حظاً تكبر بهم المؤسسات ويكبرون بمفردهم بها، وهم قادة منجزون ولكنهم أنانيون قد لا يواصلون الطريق. ثم يليهم صنف أقل حظاً تكبر بهم المؤسسات ويضمرون فيها، هي تكبر بهم وهم يضمرون فيها، وهم قادة منجزون ولكن لا طموح لهم وقد يتوقفون. غير أن أسوأهم هم الذين يكبرون بها وتضعف بهم، أولئك الذين يهشمون كل درجة من السلم ترفعهم إلى علٍ، ولكن يا ويلهم ساعة النزول. نؤكد مرة أخرى بأن بناء مؤسسة المجتمع المدني بكل اختصاصاته والعمل فيها هو بالإضافة للعمل السياسي ضمن رؤية نهضة الوطن والاستئناف الحضاري للأمة الإسلامية هو العمل الصالح بمفهوم العصر الذي يجب إفناء العمر فيه إلى أن يحقق الله وعده أو يجعله خيراً عميماً قبل ذلك أو حسنات جارية بعد الممات، كما جاء في الحديث: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.